بما ان بقى حضرتك اتكلمت في ان احنا ازاي 2020 وان احنا السنه الجديده والكلام ده كله، ازاي ممكن يبقى في بني ادم يطور في نفسه؟ حد كان شايف زمان ان هو انا ايه لازمتي في الدنيا؟ انا ما بعملش حاجه. دخلت 2020 كل الناس بتسلم على بعض تقول كل سنه وانتم طيبين وحاجات كده، بس هو حاسس نفسه ولا حاجه. ازاي يستقبل السنه الجديده بشخصيه جديده وبحياه جديده؟ هو انا هجاوب بس بعد كده هعمل حلقه معاك وانت تقول لي ازاي انت طورت من نفسك وبقيت مذيع شاطر يعني. بس انا ربنا هجاوب يخليك، والله والله ربنا يخليك. بس انا هجاوب ان انت لو السادة المشاهدين عايزين يستفيدوا من الحكايه دي، يجيب ورقه ويكتب ان الانسان فيه ثلاث محاور رئيسيه: انا، الناس، علاقتي بربنا. فتطوير النفسي ده مهم، واتنين ده، وانا ده مقسوم اتنين: جسد وروح. والناس برضو في علاقاتنا بالناس ازاي نظبطها، وبعدين نتكلم في الاخر على علاقتنا بربنا، وهنمشي بالطريقه دي. انا لو انا حطيت لنفسي ثلاث محاور رئيسيه في السنه هبتدي اغيرهم، هيفرق معايا كتير جدا. دخل السنه الجديده احنا اهو كل سنه وحضرتك طيب، وكتب انا والناس والله. تمام. انا ازاي اطور من نفسه؟ انا الجسد اللي هو الشكل الخارجي ده مهم قوي، وبعدين الروح. الجسد الشكل الخارجي لازم تقرر، لان ده بقى خلاص يعني ده حاجه بتستبدل في العالم كله ثابته، يعني ان انا اغير من فكره التوليرانس بتاعي، قدرتي على ان انا استحمل. كان في واحد من المشايخ بيقول انه انت مثلا مطلوب منك تروح عمره مثلا، حضرتك راجع من عمره، انا 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 رحت عمره، هل هتقدر تؤدي مناسك العمره وانت جسد ضعيف؟ يعني حضرتك فاهمني، هتقدر؟ يعني شفت العمره شكلها ازاي وبتطوف ازاي وبتمشي ازاي؟ فلازم في الاول لو احنا بنتكلم على اساس دي، بس في ناس بتيجي على نفسها كده علشان تعمل العمره كل حاجه. بس اللي حضرتك اكيد قصدك عليه ان ما يبقاش الواحد شاب مثلا ومتكاسل ويفضل سايب نفسه متكاسل ضعيف. يعني اقول حاجه، انا بشتغل دكتور 12 ساعه في اليوم. أي. يعني رقم. فبالتالي لو انا حاسس ان انا ضعيف مش هعرف، فلا يمكن يدخل علم في وعاء خربان. يعني دي جمله مهمه قوي، يعني فكره ان انا جسمي لازم اتعب على جسمي، سواء بقى اشوف بقى اكلات صحيه ومطبخ شارع النهار واشوف حاجات مظبوطه واروح بقى الجيم، او حتى امشي نص ساعه عشان الناس هتتكلم على وقتها وهتتكلم على الفلوس بتاعت الجيم وغيره، لا امشي نص ساعه. قرر تعمل كده، قرر البدايه تبتدي كده. جسد سليم، حضرتك عارف الشعار بتاع الكتب بتاعت زمان واحنا في ابتدائي ان هو ايه؟ العقل السليم، في الجسم. دي اول سليم. حاجه. الحاجه الثانيه الفكره بقى، العقل، المعلومات. اللي هو عارف حضرتك كل سنه بنغير الويندوز مثلا. ايه بقى غيرته ولا لا؟ يعني انت في 2020 لسه بتاع ويندو 98 ولا 99 ولا 2000 ولا حتى 2007 ولا 2000؟ لازم ابتدي اشوف انا نظرتي للحياه شكلها ازاي؟ اختلفت ولا ما اختلفتش؟ هل ناوي تتعب على حالك بكورسات جديده في حاجات تخص مجالك وحاجات تخص تطوير نفسك؟ اوكي. وهو ده ما يسمى بتطوير الذات. يبقى دكتور هشام النهارده بيقول ان احنا قدامنا ثلاث محاور. اول محاور اللي هو انا ده ابتدي اشوف هل انا زي ما انا لسه واقف في مكاني؟ لو لسه واقف مكاني نور لنفسك، لا ابتدي تعلم لغه جديده، ابتدي طور من ذاتك. الحاجه الثانيه مع الناس بقى، افرض الواحد علشان نكمل المثلث اللي حضرتك قلت عليه، النهارده اما اجي اشتغل انا مع الناس وحاسس بتعاسه او حاسس بزهق او متضايق منهم مش قادر اتعايش معاهم، حضرتك تنصحهم بايه؟ ان اول حاجه مع الناس ان انا ما ابقاش جادجمنتال، يعني اول حاجه اقررها مع الناس ايه؟ ما احكمش على الناس. اعمل حاجه كويسه مع الناس، ايه الحاجه الكويسه؟ ان انا ماليش دعوه بحد. يعني فكره ايه؟ احنا اغلبنا زي ما قلت لحضرتك يمكن داخلين على دلوقتي تويتر والفيسبوك والانستجرام، حاولنا الناس نشير حاجه ونكتب خبر ونبتدي ناخد الحكم، مع ان القاضي لسه ما حكمش. بنتكلم بقى مش في قضايا بس الدنيا، في قضايا كتير جدا في الرياضه وفي الكوره وفي الفن وفي حاجات كتير جدا جدا. فالفكره انه المبدا ده المفروض مرفوض، حتى انه مرفوض من الدين. يعني في حديث برضو بيقول، ان حديث قدسي صحيح، بيقول ان رجل قال للرجل والله لن يغفر الله لك. واحد قال لواحد شافه بيعمل حاجه غلط، قال ربنا مش هيغفر لك. فقال الله من الذي يتأله علي؟ مين اللي بيتكلم باسمي؟ غفرت له واحبطت عملك. ففكره ان انا شغال حكم في الدين ده اصلا غلط، فبالك بقى احنا شغالين في حاجه مش في حاجات مش تخصصنا، زي ان انا بتكلم مثلا على حاجه في الفن وانا ما اعرفش، اتكلم في الرياضه وانا ما اعرفش، اتكلم على اسيب الناس وانشغل بحالي. انا لو قررت اعمل كده على فكره جزء كبير جدا من مشاكلي هتتحل. لو انا قررت ان انا اسيب الناس وانشغل بحالي جزء كبير جدا من مشاكل هتتحل. الحاجه الثانيه المهمه قوي ان انا اقلل توقعاتي، الاكسبكتيشن. احنا كلنا بنبقى متوقعين من ناس كتير جدا يعملوا لنا كل حاجه، والحقيقه لا بنحبط. لازم تبقى عارف ان كل واحد بيدور في محوره بس، في مشكلته بس، في الحاجه اللي بيفكر فيها اللي هو مشغول بيها بس. دي المشكله الثانيه اللي مع الناس. توقعاتك مثلا من خطيبتك، توقعاتك من مراتك، توقعاتك من اهلك، ما تتوقعش كتير لانك حط نفسك مكان. الحاجه الثالثه المهمه، في ناس اسمهم توكسيك بيرسون، ناس سامه. انا لازم اخد قرار في 2020 ابعد عنهم. ناس سامه ايه؟
دايما بيلومك، دايما بحاول انت ما تسالش عليا ليه، ما عملتليش كذا ليه. علاقات على فكره بتبقى موجوده بين الازواج او بين المخطوبين، وساعات بتبقى بين الاصحاب. حد بياخد مني كل حاجه وما بيدينيش حاجه خالص. اول قرار اعمله ان انا اخرج بهدوء، مش ان انا اخرج وانا فاتحه مثلا، اخرج من حياته بهدوء، ما اكونش عنصر في حياته. دي حاجه شايفها مهمه قوي لو احنا ابتدينا بيها السنه، يعني لو انا قسمت الثلاث حاجات دول. لا بس احنا قلنا كده خلاص انا، وقلنا مع الناس لسه ما اتكلمناش حضرتك المحور الثالث اللي هو كان ربنا. ايوه. الفكره بقى المهمه جدا مع ربنا قبل ما تبقى العلاقه، طبعا العلاقه لازم تكون علاقتي بربنا مباشره، سواء بنتكلم في جميع الاديان، في صلاه وفي عباده لازم اطور من ده. لكن في حاجه مهمه جدا 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 انا في وجهه نظري، زي ما ربنا هيسالنا عن الصلاه وهيسالني عن الصيام وهيسال ناس كتير جدا جدا عن عباداتهم، هيسالهم عن علاقتهم بشغلهم. يعني جزء كبير جدا من الحياه هيخلي مصر احسن وهيخلينا احسن ان انا اكون عندي باشن، ان انا يكون عندي رغبه قويه وشغف قوي في الشغل. ده الحقيقه مهم قوي، يعني يمكن ما يخلصش في الحلقه دي ويخلص بعد كده لانه موضوع كبير. ازاي اشفت الكارير؟ ازاي ان انا ابقى مثلا شغال شغلانه معينه شايف نفسي ما لقيتش نفسي فيها، ابتدي الاقي نفسي في مكان انا بحبه جدا.